الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي أكد أن توسع العدوان الإسرائيلي باتجاه رفح جنوب قطاع غزة سيكون بمنزلة تمزيق لاتفاقية كامب ديفيد. وخلال مقابلة مع الميادين شدد صباحي على أن مصر لن تقبل بمزيد من الاعتداءات وسفك الدماء في المحافظة. لو بكرة دلوقتي لأن العمليات اللي بدأت فعلا توسعت في رفح، هذا معناه أن كامب ديفيد قد تم تمزيقها من الطرف الذي كنا نتمنى ألا يبادر هو لتمزيقها. إحنا كنا ولازلنا نطلب أن يبادر حكام العرب في الدول التي تطبعت بإسقاط اتفاقيات كامب ديفيد، لكن إذا كانوا هم لم يقدموا على هذه الخطوة فإسرائيل هتفسخ كامب ديفيد من ناحيتها، فلا أعتقد أن مصر شعب وجيش موالاة ومعارضة هتقبل أدنى من أن تواجه إسرائيل.